جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: مرضت أمي مرضا شديدا أتعبنا ماديا، فكنت أضطر بصرف بعض الأدوية الخاصة بها، وكأن هذه من التأمين الصحي الخاص بعملي، وأحيانا كان بعلم الطبيب، وأحيانا كنت أضطر للكذب لصرف الدواء. واستمريت على هذا نحو عام حتى توفاه الله، وحينئذ بدأت أشعر وكأنني مخطئة. بماذا توجهونني جزاكم الله خيرا حتى تبرأ ذمتي؟ أخطأت في هذا التصرف لأن هذا من الكذب، والواجب عليك إبلاغ المسؤولين الذين خدعتيهم بهذا العمل أن تبلغيهم بذلك ليطبقوا نظامهم الذي يمشون عليه. وبالمناسبة التأمين الصحي لا يجوز، جميع أنواع التأمين، تأمين على الحياة، تأمين ضد الأمراض، جميع أنواع التأمينات لا تجوز، لأنها أكل لأموال الناس بغير حق لما فيها من الغرر. ولكن إضافة إلى ذلك الكذب أيضا والاحتيال على أخذ أموال الناس بغير حق لا يجوز، فلا بد من إخبار المسؤولين بالواقع ليتصرفوا حسب ما عندهم من النظام. نعم.